المراكز الصيفية هذه اللي أنشئت عشان تعزيز أولا الولاء الوطني، الفكر الصحيح، الفكر الوطني. هذا ما نلمسه دائما في من خلال المراكز الصيفية ومن خلال هذه المدرسة بالذات. ربما أنا أقول هذه المدرسة أو ربما أنحاز لها كوننا عشت في نفس المنطقة، تربيت على الأغاني الوطنية التي تبث من هذه المدرسة طول عمري من نعومة أظفاري، وحتى الآن ما زلنا نلاحظ أنه الأناشيد الوطنية والفكر الوطني يبدأ من هذه المدرسة، إلى جانب كثير من العدد من الأنشطة البدنية، الأنشطة الفكرية، الأنشطة المكبوتة أو الموجودة داخل أطفالنا. أعتقد أن المراكز الصيفية تسلط الضوء عليها وتنميها. أدعم المجتمع أكيد والشباب إلى الدعم والانخراط في هذه الأنشطة وهذه البرامج الصيفية، يعني إذا أعتقد أنها كانت مفيدة. نحن في ربما في جيلنا مرينا بجزء كبير من هذه الفعاليات، فنعرف ونتلمس إيش الذي سوف يواجهه أبناءنا الطلاب. إننا اليوم في مدرسة الشهيد عمر السام ندشن المراكز الصيفية في المدرسة، 151 مركز صيفي على مستوى محافظة تعز، ما يقارب من 100,000 طالب وطالبة في هذه المراكز الصيفية. والهدف من المراكز الصيفية هي بناء جيل جديد متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على مواجهة أي اختراقات أو أي تيارات أخرى. هذه المراكز تعمل بخطوط وبمسارات متعددة، في المسار العقائدي، في المسار العقائدي والديني، في المسار التعليمي، في المسار الثقافي، في المسار الرياضي، في المسار الفني، في المسار كل المسارات، نعمل على كل المسارات. احنا دورنا في هذه المراكز الصيفية دور داعم حسب توجيهات العميد طارق محمد عبد الله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية. نحن دورنا دور داعم لهذه المراكز التي تقيمها مكاتب التربية وفروعها في المديريات وتشرف عليها إشراف مباشر. الهدف من هذه المراكز هو تحصين الشباب والطلاب من الأفكار الدخيلة الحوثية المجوسية، وأيضا تثقيف الشباب بالمخاطر الموجودة في المجتمع ومنها المخدرات ومشتقاتها، وأيضا صقل المواهب لهؤلاء الشباب في هذه العطلة الصيفية، المواهب الثقافية والفنية والإبداعية وغيرها. هذه هي هدف المراكز الصيفية.